هذا نطف. السلام ازيك يا عليكم يا خلود؟ دكتور. ازيك يا خلود؟ ازيك يا دكتور؟ عندي شاربك عشان اكلم حضرتك، بس اعمل ايه اللي حصل ده؟ نورتنا يا يا دكتور خلود. في حاجه هنا، يا دكتور في حاجه هنا. ايوه في الام بتجيلي اديها حوالي 8 سنين. تمام، انت عندك كام سنه دلوقتي يا خلود؟ دلوقتي عندي 36 سنه. 36 سنه، يعني بدات من 28 سنه؟ من 27 او 28 سنه بالظبط. ايه بقى، اوصف لي هذا الوجع كده، ايه الوجع ده، شكله ايه؟ انا كنت مدخن ادي 3 سنين، دلوقتي مبطل تدخين. يعني بدات التدخين امتى؟ بدات التدخين امتى يا خالد؟ لا كنت بشرب، كنت بدخن وانا صغير. يعني بدات وانت صغير تدخن؟ سن كام؟ معلش ما عشان بس الناس تستفيد، معلش ما تزعلش، يعني قول لي بدات امتى وبطلت امتى؟ لا غالبا بطلت بدري، قصدي شربتها بدري، يعني دخنت اقل من 15 سنه؟ يعني بالظبط كده، اقل من 15 سنه. انت كنت لسه اقل طفل، من 15 سنه. انت كنت لسه طفل يا خالد، ده انت دخنت بدري قوي. طيب قول لي ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ المهم يا دكتور ايه، رحت كذا دكتور، قال لي يقول لي ما في الالام دي يا دكتور، يقول لي لا مش من القلب، مش من القلب. المهم اخر دكتور رحت له قلت له انا عاوز اعمل اشعه اللي هي موجات صوتيه، موجات صوتيه على القلب. بالظبط يا فندم. المهم قال لي في ارتجاع بسيط في الصمام المترالي. الميترالي. بالظبط، ويعمل شويه وجع برضه، يعمل ارتخاء الصمام وارتجاع ويعمل وجع. بس الاهم من كده لازم نتاكد من الشريان التاجي في حاجه ولا لا، لان انت كنت مدخن من صغرك، فلازم نشوف، لازم نشوف الشرايين فيها مشكله ولا لا. عملتش رسم قلب عادي او عملت رسم قلب عادي او بالمجهود؟ لا انا يا دكتور رسم القلب بالمجهود ده، انا بمشي على فكره حوالي 9 كيلو، يعني ماشي كويس. لا احيانا برضه نفسي ده بيبقى ضيق شويه برضه، احيانا بتحس نفسك مش مرتاح. انا يوميا يا دكتور بمشي 40 دقيقه، يوميا بمشي 40 دقيقه، احيانا بمشي 4 كيلو او 9 كيلو، من 4 ل 9 كيلو. بتتعب؟ بالالم يا دكتور من ساعه ما بطلت التدخين، من ساعه ما بطلت اي حاجه فيها دهون الالم خف، لكن موجود. لا كده في اشتباه ان الشرايين اتجاه فيها حاجه يا خالد كده، يعني انت طالما في الم بيجي مع المجهود وتحسن شويه مع تبطيل التدخين ومع الدهون، يبقى احتمال الشرايين يكون فيها حاجه. لازم تعمل رسم قلب بالمجهود يا خالد عشان نتاكد ان الشرايين التاجيه ما فيهاش حاجه. وانت المشكله الرئيسيه عندك كانت التدخين، والتدخين بياخد وقت عما الاعراض بتاعته تختفي وعلى ما تاثيراته على الشرايين تختفي، فبس نتاكد ان ما فيش، نتاكد ان مفيش دي. انا مبطئ دي 4 سنين، مبطئ دي 4 سنين، بس تعبان اهو، بتقول لسه تعبان اهو. بس الالم خف عن الاول، يعني الالم خف عن الاول. احنا لازم نتاكد ان الشرايين سليمه يا خالد. هنعمل الاول رسم قلبي بالمجهود، لو باين لا قدر الله في حاجه يمكن نعمل فحص مقطعي بالكمبيوتر على الشرايين التاجيه. هتقولي انا لسه صغير على الشرايين. الحقيقه في مصر بصراحه مش هخبي عليكم، احنا بقى عندنا السن بتاع الشرايين التاجيه صغير جدا، يعني نسبة عالية جدا من اللي موجودين في العناية المركزة في معهد القلب في الثلاثينات، وكلهم مدخنين، كانوا مدخنين. يعني درجة ان انا مثلا كنت بعدي في العناية المركزة الاقي واحد مثلا في الثلاثين ما عندوش لا الضغط ولا عنده السكر ولا عنده الكوليسترول وجاي بأزمة قلبية، وانا معايا النواب اقول له حرمت؟ يقول لي حرمت. يقولوا لي حرم ايه؟ اقول لهم السجاير طبعا. وفي سبب تاني؟ فالتدخين في مصر ده يعتبر يعني كارثة كبيرة جدا، والتدخين ده فعلا بيختصر من عمر المدخن. وانا يعني مش هبطل ان انا اخوفكم من التدخين ويكرهكم في التدخين، لان التدخين ممكن يعمل تصلب في الشرايين، والبرد مع التدخين مع القهوه والنيكوتين والكافيين بكميات عاليه ممكن يزود ازمات القلب في الشتاء.